فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وقد ذكر لي أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا لبس المناطق على أوساطهم، واتخذوا الوفر والجماجم وتركوا التقصيص والعمر إن كان يصنع ذلك فيما قبلك. نعم، أو الجمم. الجمام. أين؟ والجمم. قال في المطبوعة الجمم. أين؟ واتخذوا الوفر والجمام. اتخذوا الوفر والجمام. نعم. وتركوا التقصيص. لأن شعر الرأس الذي يغذى على ثلاثة أقسام: الوفرة. الوفرة ما تجمع على وفر كتمرة وتمر. وفر. الوفرة وهي الشعر الكثيف على الرأس، ثم الجمة وهي ما كان إلى الأذنين، ثم اللمة. نعم. وهي ما كان إلى المنكبين، وهذه صفة شعر الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق أنه اتخذ اللمة، وهو أن شعر رأسه صلى الله عليه وسلم إلى كتفيه عليه الصلاة والسلام. هذه صفة أهل الإسلام، فالمشركون فأهل الذمة لا يتشبهون بأهل الإسلام في شعور رؤوسهم، وإنما تجز نواصيهم ويمنعون من اتخاذ الجمة واتخاذ الوفرة واتخاذ اللمة. نعم. قال: وتركوا التقصيص والعمر إن كان يصنع ذلك فيما قبلك. إن تركوا التقصيص يعني لا يقصون رؤوسهم، بل يتركونها حتى تجمم، أو يتركونها حتى تكون وفرة أو تكون لمة، ولا يقصونها. وأن هذا إنما هذا خاص بالمسلمين، لا يتشبه بهم أهل الكتاب.